بكم مجددا، نرحب بضيوف هذه الحلقة من القاهرة الكاتبة والمدونة الفلسطينية أسماء الغول، ومن بيروت الناشط ناشط الانترنت والناشط الحقوقي السوري رامي نخلة، وفي وقت لاحق سينضم إلينا من بيروت المدون اللبناني عماد بزي. وعماد بزي وأسماء الغول اختير مؤخرا من قبل مجلة فورن بوليسي في نسختها الإسبانية من بين أبرز المدونين العرب تأثيرا. مرحبا بالضيفين الكريمين. أريد أن أبدأ منك رامي نخلة، أريدك أولا أن تحدثنا، يعني لعل الكثيرين لا يعرفون عن التحضيرات التي سبقت الثورة السورية قبل 5 أشهر، التحضيرات التي تمت بينكم أنتم الناشطين في الداخل والخارج، الناشطين السوريين عبر الانترنت، فحدثنا عن تلك التجربة، كيف حضرتم لما صار يعرف اليوم بالثورة السورية التي تطالب بإسقاط النظام؟ نعم سيدي، بالبداية علي أن نصحح، لا يمكننا أن نقول فعلا بأن النشطاء في سوريا قاموا بالتحضير للثورة السورية اليوم. نحن بصراحة، أنا حينما خرجت من سوريا هاربا نتيجة الاعتقال، كنا نعتقد كنشطاء في سوريا أن لا يزال أمامنا على الأقل 20 سنة من العمل الجاد حتى نتمكن من إسقاط هذا النظام. لكن كما نعرف أن الشعوب العربية فاجأتنا وفاجأت الجميع حقا في هذه الانتفاضة التي بدأت من تونس ثم مصر وليبيا واليمن والبحرين وكل دول العالم العربي. لكن كنشطاء انترنت قمنا بمواكبة هذه الاحتجاجات، كانت لدى جميع النشطاء على الانترنت مهمة رئيسية وأساسية، وهي تسليط الضوء على ما يجري في الشارع في سوريا، لأننا نعلم بأن النظام السوري أو أي نظام ديكتاتوري في العالم فيما لو أتيحت له الفرصة ليرتكب جرائمه في الظلام لكان سيرتكب جرائم طبعا فظيعة، كالجرائم التي ارتكبها في حما عام 1982، ومن ثم بعدها سيغطي مسرح الجريمة. نعم. وسيلفق أي إشاعة. نعم. كما فعل حينها. ولكن رامي، كان الدور الأساسي صحيح، ولكن هنالك يعني تحضير، يعني هنالك نوع من حشد للوعي في الداخل السوري، يعني من خلال الكثير من الناشطين، ناشط الانترنت في الداخل والخارج. نعرف أن هذه الثورات كما تفضلت وذكرت فاجأت الكثيرين، فاجأت العرب أنفسهم، ولكن بالضرورة هنالك جذور لهذا التحول العاصف، هنالك من لعب دورا في الوعي الجمعي، في الوعي العام. نعم سيدي، كما نعلم بأن هذه الثورات في العالم العربي بشكل عام أخذت سمة أساسية، وهي سمة مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا فيها. هذه هي كانت تحضيرات بهذا المعنى، كانت الشعوب العربية بشكل عام والمنطقة العربية بشكل عام مستعدة أو بشكل أو بآخر محضرة من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي للعب دور أساسي في دفع هذه الثورات والمساهمة في تنظيمها بشكل كبير، ومن ثم تغطية ما يدور على الأرض. هذا ما قدمته مواقع التواصل الاجتماعي. كما نعلم نحن فأن أي حكومة قمعية أو ديكتاتورية في العالم تعمل في البداية على نزع قدرة التنظيم من شعوبها، هذا ما منحتنا إياه مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. في سوريا لم يكن من الممكن أن يعقد 5 أشخاص اجتماع على الأرض، لكن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت بالتحضير لالتقاء الآلاف والآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي والتخطيط والتفكير معا لما يمكنهم فعلهم على الأرض لدفع عجلة التغيير في بلادهم. طيب. وهذا ما أدى فعلا إلى انفجار. نعم تفضل. أسماء الغول، أنتقل إلى ضيفتي في القاهرة الكاتبة والمدونة الفلسطينية أسماء الغول. أسماء، يعني كما قال رامي نخلة، يعني هذه الثورات العربية، هذا الربيع العربي فاجأ العرب أنفسهم، وكان ربما المجتمعات العربية جاهزة لهذا الانفجار بعد عقود يعني من حكم الاستبداد في هذه الدول. ما هو تقييمك يعني ككاتبة ومدونة وناشطة على الانترنت للدور الذي لعبه المدونون ونشطاء الانترنت، إن كان عبر المدونات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني في الدفع بلحظة البداية في إشعال الشرارة، إن كان في تونس أو في مصر في القاهرة وأنت تعيشين في القاهرة الآن، أو في سوريا والبحرين وعمان واليمن وغيرها من الدول العربية؟ نعم، أنا أعتقد أن الإنترنت والسوشيال ميديا
كل مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا لم تستطعه الصحافة الكلاسيكية، حتى لم تستطعه مؤسسات حقوق الإنسان، بمعنى أن الصحافة الإلكترونية أتاحت مثل ما قال زميلي رامي، أتاحت الفرصة والاجتماع الافتراضي البعيد عن عيون الأمن والشرطة السرية أو الشرطة، حتى الشرطة الإلكترونية ليست بذاك المستوى في بلادنا العربية. فبالفعل المدونون العرب كلهم لعبوا الدور الذي كان من المفترض أن يلعبوه من هم يناضلون منذ عقود، ولكن حظنا أوفر إذا صح التعبير، جيلنا كان أشجع بأنه عنده فيسبوك ويؤمن بالإيميلات ويؤمن بالتويتر أكثر من الجيل السابق. لذلك ببساطة كنا نجتمع ونتفق على مواعيد معينة للاعتصام وللاجتماعات، وهي بالفعل ناجعة، وهي أثبتت ذلك في الثورات التي صنعها جيل الإنترنت وجيل المدونين الذي طالما سخرت منه الأجيال السابقة وحتى الرؤساء والقادة. إذن هل يمكن القول يعني أن بالفعل اليوم الإنترنت هو إعلام بديل، يعني يأخذ مكان الإعلام الكلاسيكي التقليدي، ليس فقط فيما يتعلق بالدفع برياح التغيير ومطالب التغيير في هذه المنطقة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالنشر بقضايا الحريات، حريات التعبير، يعني في صيغتها العامة؟ طبعا الإعلام السوشيال ميديا أو الإعلام البديل أو إعلام المواطن أو الإعلام الجديد، هناك العديد من المسميات، هو بعيد عن كل مقص الرقيب، سواء كان الرقيب الخارجي من المجتمع أو المؤسسة الدينية أو المؤسسة السياسية، أو كان رقيب الذات الداخلي من قبل الصحفي نفسه، أو حتى الرقيب الجريدة من قبل رؤساء التحرير والمحررين. هو فعل فردي انعزالي بالأساس. صحيح هو افتراضيا وإلكترونيا جماعي وتواصله بكل العالم، ولكنه بالأساس حين أكتب مدونتي أنا أكتبها ولا توجد خطوط حمراء سوى يعني التي أنا أضعها لنفسي، ولا يضعها لي رقيب معين. من هنا كان النجاح للصحافة، صحافة المواطن أو الصحافة، صحافة الإعلام الجديدة والإعلام البديل إذا أحببت. نرى الآن أن الكثير من الفضائيات استغنت عن حتى المراسلين العاديين، وهناك المواطن نفسه أصبح عنده قناة فيديو على اليوتيوب، عنده تقريره الخاص به كي يقول للعالم قصته الواقعية. نحن نسمع أن السوشيال ميديا هي أصبحت صوت الشارع أكثر من الصحافة ذات الكلاسيكية التي هي خاضعة لسياسات تحرير أو نعم. سياسات ممولين إلى حد ما أو معلنين. نعم. إذن نحن الآن ربما أمام ما يمكن قوله بثورة ثالثة في الإعلام. الثورة الأولى هي ثورة المطبوع، الطباعة كما تعرفين أسمى. الثورة الثانية هي ثورة الصورة وثورة التلفزيون. طيب، أريد العودة إليك رامي نخلة، يعني على ضوء هذا الكلام، هل يمكن القول أن السلطة السورية رفعت الراية البيضاء يعني أمام نشاط الإنترنت، أنه لا إمكانية اليوم أمام الحكومة السورية في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة ربما التأثير على المدونين ونشطاء الإنترنت، أنكم تتقدمون تخوضون الحرب ربما بمراحل متقدمة عما يمكن أن تفكر فيه السلطة، خصوصا إذا عرفنا أن السلطة في سوريا كما هي في الدول العربية هي من جيل ربما لا يعي يعني هذا الدور الذي يمكن أن يلعبه الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا سأعطيك فرصة للإجابة يعني باستفاضة عن هذا السؤال، ولكن نذهب إلى استراحة قصيرة مشاهدينا الكرام ونعود.
أهلا بكم مجددا، نناقش في هذه الحلقة من عين على الديمقراطية دور المدونات ونشاط الانترنت في الدفع برياح التغيير في العالم العربي. أعود إليك رامي نخلة في بيروت الناشط السوري. أعود إلى السؤال الذي طرحته عليك قبل الاستراحة، هل رفعت السلطة السورية الراية البيضاء أمامكم الآن فيما يتعلق بنشاط الانترنت؟ نعم سيدي، السؤال مهم، لكني بصراحة مهتم جدا بالإجابة على السؤال الذي طرحته على زميلتنا من مصر عن الإعلام البديل والإعلام التقليدي. بصراحة من وجهة نظري أن الموضوع لا حتى هذه اللحظة الإعلام الاجتماعي أو السوشيال ميديا هي ليست فعلا بديلا عن الإعلام التقليدي والتلفزة والجرائد المطبوعة، لكنها مكمل لبعضها. فمثلا لدينا في سوريا لعب الإعلام الاجتماعي دور حلقة الوصل بين الشارع وبين الإعلام التقليدي، لأن المواطن العادي في سوريا لا يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي بالمطلق، لكنه يستقيها من محطات التلفزة الإخبارية وغيرها. وهذه المحطات لولا وجود مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام البديل الذي نسميه حاليا لما تمكنت أصلا من استقاء معلوماتها وتغطيتها. فلذلك من وجهة نظري أنا أن لكل يلعب دوره، وهي حلقات مكملة لبعضها حتى أدت إلى خدمة الإعلام التقليدي بشكل كبير ولم تأتي على حسابه. سأعود للإجابة على سؤالك، هل انتصرنا؟ من وجهة نظري أن الحكومات، وأنا لا أتكلم فقط عن الحكومات العربية أو غيرها، إن الإنترنت هي مساحة حرة، من لا يحترم هذه القيم لن ترحمه أبدا. حتى في دول العالم الغربي والمتطور ليس هناك من أي مجال لتقييد الإنترنت حتى لو أرادوا ذلك، وحتى بالنسبة للشرطة المتقدمة جدا. في سوريا حاول النظام بشكل كبير السيطرة على الإنترنت ودفع الملايين والمليارات، وقام باستدعاء شركات كبرى الشركات في العالم مثل بلاتينيوم كانديوم مثلا، وحتى خبرات إيرانية لمحاولة السيطرة على الإنترنت، لكن شباب الإنترنت دائما كانوا يسبقونه، ولن أقول بخطوة واحدة بل ب15,000 خطوة بشكل دائم. لم يتمكن فعلا النظام السوري من السيطرة على الإنترنت، ولن يتمكن. هل تظن أن النظام لا يزال يحاول السيطرة على الإنترنت؟ أعتقد حكما هو لازال يحاول السيطرة على الإنترنت، لكنه مدرك بأن قدراته محدودة جدا أمام العالم المفتوح للإنترنت، لكنه لجأ اليوم إلى حيلته الاعتيادية وهي الحرب النفسية. كما نعلم نحن في سوريا كان النظام يمارس حرب نفسية إرهابية علينا من خلال أن الحيطان لها آذان، إذا تكلمت بأي موضوع فإن الشرطة السرية تعلم، فلجأ إلى هذه الخطة على الإنترنت كذلك، ليقول مثلا لينشر إشاعات بأن الإنترنت مفتوحة في سوريا، وأن أي إيميل يرسل أو أي محادثة تتم أو رسالة أو أي شيء هو يمكنه مراقبتها وتحديد مصدرها واعتقال الشخص المرسل. لكن طبعا هذه البروبوغاندا فشلت فشلا ذريعا، لأن الآلاف وعشرات الآلاف من الشباب اليوم هم على الإنترنت. طيب إذن أنت تقول رامي على الأقل في هذه المرحلة أنتم انتصرتم في هذه، يعني في هذه المعركة انتصرتم من خلال هذا الوسيط الانترنت. ارحب بضيفي من بيروت المدون اللبناني عماد بزي. عماد مرحبا بك، اذكر ان عماد بزي واسماء الغول واخرين من المدونين العرب اختيروا من قبل مجلة فورين بوليسي في نسختها الاسبانية باعتبارهم أكثر المدونين تأثيرا في منطقة البحر المتوسط. مرحبا عماد، أريد أولا قراءتك أو ربما تقييمك للدور الذي لعبه المدونون ونشطاء الانترنت العرب في الدفع برياح التغيير في هذا أو في هذه المرحلة التي توصف، وهي مرحلة تاريخية توصف بالربيع العربي. في هذه المرحلة التاريخية اللي أنت وصفتها بالتاريخ بالربيع العربي وربيع تحرك العرب والثورات وتحرك الشعوب العربية نحو التحرر، دور المدونين بدأ قبل هذه المرحلة بكثير. بدأ دور المدونين بنشر قضايا الديمقراطية وقضايا الحريات في هذه المنطقة، إلى أن رفعوا مستوى الوعي السياسي عندهم وعند الشريحة التي يتعاطون معها، إلى أن وصل هذا إلى
دفع الناس إلى الحراك، دفعوهم إلى الشارع، دفعوهم إلى مطالبة بمواضيع عدة، دفعوهم إلى تحرك نحو قضايا معيشية اجتماعية، قضايا حريات، إلى أن وصلوا إلى النزول إلى الشارع. المدونون ونشطاء الإنترنت ساهموا ولعبوا دورا كبيرا في تأمين الاتصالات والتواصل، وكونهم هذه الحلقة الوسيطة ما بين المطالب وبين النزول إلى الشارع أو تصعيد الحركة الاحتجاجية وتسليط الأنظار إليها، إن كان إن محليا أو عالميا، تسليط الأضواء على هذه التحركات والمطالب الشعبية. طيب، إذا أنت تقول عماد أن جذور أو أن بذور هذا الربيع العربي بدأت ربما مبكرا بسنوات قبل اشتعال أول شرارة لأول ثورة عربية في تونس أواخر العام الماضي وبدايات هذا العام، ثم انتقلت كما تعرف إلى مصر، ثم هذا التداعي الذي نشهد في المنطقة العربية. وأنت هنا ربما أريدك طيب أن تتحدث تحديدا، أنت قريب من سوريا ومتابع للحالة السورية. رامي نخلة ذكر قبل الاستراحة، قبل أن تنضم إلينا في هذه الحلقة، بأنهم فوجئوا وأنهم كناشطين سوريين كانوا يظنون، حتى هو عندما هرب من سوريا إلى لبنان كان يظن أن أمامه وأمام رفاقه سنوات لتحقيق هذا الهدف. نعم عماد، مش عم بسمع. طيب أسمعك. تسمعني الآن؟ طيب أعود إذن إلى القاهرة، نعتذر. نعم. طيب تسمعني عماد، أريد تقييمك فقط لتجربة السورية، تجربة نشطاء الإنترنت في سوريا، وأنت قريب من سوريا ومتابع للحالة السورية. ما يجري في سوريا، ما يفعله نشطاء الانترنت في سوريا هو دور كبير جدا في ظل هذا الضغط وهذا البروباغندا الهائلة التي يمارسها النظام السوري. لا وجود لأي نوع من التغطية الصحفية الإعلامية لما يحصل في سوريا. المجازر وتحركات الجيش السوري والفروع الأمنية السورية لا يكشفها سوى المدونون ونشطاء الانترنت، نشاطهم بنقل الخبر والصورة مباشرة وفور حدوثه، وحتى أحيانا قبل حدوثه عبر التنسيقيات في المناطق. هم ينقلون الأخبار، ينقلون ما يحدث، ينقلون الصور، ينقلون طيب. الصورة الحقيقية البشعة لما يحدث داخل سوريا. نعم، وهنالك كما تعرف لا نشطاء، لو نعم. لو وجود النشطاء لما تمكننا أبدا. بالضبط 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 عماد. مشاهدي الكرام، استراحة ثانية قصيرة ونعود.